أقول قصيدة للشاعر المبدع إبراهيم المنصور من أهل الزلفي. نعم. يقول طبعا هي تلامس واقع يصير يعني بين الناس يعني. نعم. يقول يا شين لا منك تحريت فزعة. من واحد تغليه وقريب منك. جيته ونفسك من غث الوقت فزعة تبيه من ضيم الليالي يزبنك. أقفيت ونفسك يقول يا شين لا منك تحريت فزعة من واحد تغليه وقريب منك جيته ونفسك من غث الوقت فزعة تبيه من ضيم الليالي يزبنك وقفيت ونفسك من تصرف جزعة حسيت ماله رغبه انه يعاونك يتن قلبك يمزع تم مزعة يومك تجي مذبل وهو يلتفت عنك لا صار ماله مع اهل الطيب نزعة حطه يسارك لا تحطه على يمنك لو انها ما بين الاثنين هزعة اصحى تثمن واحد ما يثمنك الله الله الطيب من رب المخاليد وزعة ما هي بقرضه نقترضها من البنك الله سلامكم الله هذا الله. هذا طال عمرك ابراهيم المنصور شاعر مبدع من اهل الزلفي ما شاء الله ما شاء الله ولقائك بعد ما شاء الله الله يسلمك انا والله القصيده ذي هذه القصيده القصائد اللي طبعا لامس. الابداع وين انه لو يطبقها حد تلقاه حصل له يعني قريبه من الناس يعني صح. فاحب الاشياء البسيطه يا بعد الدنيا بيض الله وجهك كنا مسترين جدا تسلم طال عمرك بتواجدكم و